أرحب بضيفنا اليوم الأستاذ مولاي أحمد الكريمي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في جهة مراكش آسفي. أهلا وسهلا بك أستاذ الكريمي. أهلا وسهلا، وأولا أشكركم على الدعوة، وتحياتي لكم وللمستمعات والمستمعين الكرام. شكرا لك. إذن هي النسخة الثانية من جائزة أستاذ السنة. في أي سياق تم تنظيم هذه الجائزة أستاذ الكريمي، وبناء على أي معايير تم اختيار الأساتذة المتوجين؟ هو حقيقة، وقبل أن نتحدث عن المعايير، يعني هذا سؤال في صميم الموضوع، أود يعني في البداية أن أضع المستمعات والمستمعين الكرام في سياق يعني إعداد وتنفيذ هذه المبادرة وهذا المسار يعني الذي تم يعني تتويجه باللقاء يعني قبل يومين. وبرنامج يدخل في إطار يعني الشراكة مع هيئات المجتمع المدني ومع الشركاء، وهو نموذج للدينامية القوية التي تعرفها الجهة من مبادرات مماثلة يعني فعلى جميع الأصعدة. ولابد أن أشير من باب الاعتراف ومن باب الشكر أنه المؤسستين معا شركتين يعني سبق أن قامتا بعملية مهمة جدا، حيث يعني تم بناء مؤسسة بكاملها ابتدائية في جامعة قروية، والقيام ببرامج يعني من قبيل يعني برنامج المدرسة زوينة يوم الأحد، يعني كتكون فيه تعبئة والانفتاح للمدرسة على الأسر والتلميذات والتلاميذ والفنانين وما إلى ذلك، ثم برنامج يعني في سياق الاستمرارية البيداغوجية، الدعم المدرسي التضامني ما نصطلح عليه لتخوازيس السوتيان سكولير سوليدير، وعمليات أخرى يعني لدعم المؤسسات التعليمية في الجوانب البيداغوجية والجانب ديال يعني مواجهة الجائحة. ضيف إلى ذلك أنه يعني هذه الجائزة تنضم في حد سياق ديال تصور مشترك يعني ينسجم مع اختيارات الوزارة، خصوصا وأننا واحد الوتيرة متصاعدة لتنزيل أوراش الإصلاح تنفيذ مقتضيات القانون الإطار 51/17، وكما تواكبون أكيد يعني زيارات الميدانية التي يقوم بها السيد الوزير شخصيا للإشراف على مدى يعني تقدم تنزيل هذه الأوراش. وفي هذا السياق يعني كما قلت هناك أبعاد تهم الأستاذات والأساتذة وتهم الأطر الإدارية والتربوية. هذه النسخة الثانية للجائزة ومشات في واحد المستوى عميق تركز فيه على مشروع يعني المنهجية البيداغوجية، وهنا كنشير بأنه نحن في المشروع الثامن تطوير النموذج البيداغوجي، لأنه كتعرفوا كاين 18 مشروع يعني ديال تنفيذ مقتضيات القانون الإطار. هذا المشروع فيه الجوانب الديداكتيكية والبيداغوجية، وهذا هو يعني اللي كتنطلق منه المحددات ديال مقترح المشاريع الأستاذات والأساتذة مشاريع القسم. نعم، علما أستاذ الكريمي أن نسخة هذا العام جاءت في سياق مطبوع بالجائحة، وطبعا رغم فترة الجائحة واصلت الأطر التربوية بكل شغف وبكل مهنية رسالتها، وأعتقد أن المشاريع أيضا كانت مرتبطة بهذا السياق. بالفعل مشاريع المذكرة الجهوية التي تم إعدادها يعني تنسيق مع الشركين تم إصدارها بالضبط في 9 يناير من سنة 2020، يعني على أساس أنه تراكم اللي كان في الأسدس الأول من الموسم الدراسي المنصرم تبنى عليه مقاربة اللي تقدم فيها المشروع في الأسدس الثاني من السنة الماضية، وكانت قبل الدخول في الحجر الصحي، وكان واحد تصور حول المشاريع. ولكن الأجمل والجميل هو أنه الأستاذات والأساتذة داروا واحد تأقلم المقترحات ديالهم لكي تنسجم مع ظروف القيام بمهام التدريس المبنية على اقتراحاتهم في سياق الاستمرارية البيداغوجية وفي سياق الأنماط ديال التدريس التي اعتمدت خلال الحظر الصحي. وهذا شيء جميل لأنه كانت مزاوجة بين المضامين العادية لمشاريع القسم التي تم اقتراحها إلى جانب الاعتماد على الوسائل التواصل وعلى الجوانب الرقمية إعمال ديال هذه المقترحات المشاريع، وهذا ما تم تقييمه يعني من طرف لجنة التحكيم، مع العلم أنه هناك واحد البعد لا يجب أن نغفله، هو أنه كانت أيضا بعد ديال التربية الدامجة خلال هذه السنة، الجوائز الثلاث الخاصة يعني بمسلك التعليم الابتدائي، وجائزة مخصصة للنهوض بالتربية الدامجة. وأيضا أنه بما أن هذه الجائزة خدت واحد المنحة ديال العمق وديال التجويد
وعندها صداق واخد واحد المكانة يعني قوية، فالتحقت بنا يعني المؤسسات التابعة للمعاهد التقية الاجتماعية والتعليم ودعمت المشاريع ديال الأستاذات والأسيدة ديالها. وحنا كنشوفوا بأنه الآن هذه الجائزة أصبحت يعني واحد الفكرة قوية تعزت وكتدعم يعني الروح ديال دوك الجوانب اللي جات فيها كما قلت يعني تطوير المقاربات ديال التدريس، ثانيا النهوض بالحياة المدرسية، ثالثا حفز الموارد البشرية وتشجيع على الابتكار والتجديد، ورابعا وخصوصا وكتلاحظوا معايا انا معكم في اتصال الان وانتم يعني منابر إعلامية متميزة، هذه هي تعبئة الشركاء والفاعلين حول المدرسة المغربية. لاحظوا معي يعني هذا الأثر الإيجابي اللي كتحققه هذه المبادرات من هذا النوع. الهدف هو الأثر في العمل، الأثر في التدريس، الأثر في التحصيل الدراسي في مستويات التعلم. وحنا كنعرفوا بأنه هذه الجائزة كانت فيها يعني 129 مشروع وكانت فيها الاشتغال مع 3800 تلميذة وتلميذ، وكلهم يعني في إطار مشروع القسم قاموا بمبادرات فردية ومبادرات جماعية وبنوا تعلمات بواحد الشكل ذاتي كتساعد. وهذه رقعة يعني أكيد أن غادي توسع وغادي تعمق وغادي تزداد مهنيا إن شاء الله سنة بعد سنة. نعم، وأيضا هناك أثر إيجابي طبعا على الأساتذة وعلى تنافسهم من أجل تجويد الأداء طبعا. أستاذ الكريم، هذه الجائزة تفتح المجال أمام مبادرات رائدة ومشاريع متميزة كما قلت للأساتذة والأستاذات من أجل تحسين المقاربات البيداغوجية وأيضا تجويد التدريس وتطوير أساليب التعليم. من بين المبادرات التي تم تقديمها، أي مشروع تذكره لنا لنقرب المستمع أكثر من هذه المشاريع أستاذ الكريمي؟ هذا السؤال في الحقيقة بمثابة تحكيم جديد للترتيب الذي تم يعني القيام به من طرف لجان التحكيم. أنا أظن بأنه المشاريع كلها كانت متميزة، حتى المشاريع اللي ما فازتش في المراتب الأولى كانت مشاريع متميزة جدا، ولكن لابد في أي مسابقة لابد من تحكيم ومن ترتيب ومن تتويج. أنا أظن أن المواضيع التي تقدمت سواء المتعلقة بالتربية الدامجة أو المواضيع المتعلقة ببناء التعلمات أو التي تعلقت بالاعتماد على الجوانب الرقمية أو التواصلية أو التي اعتمدت على الحكاية أو ممارسات صفية من هذا النوع، كلها كانت فيها إبداعات. وما ننساوش بأنه راه الأستاذ أو الأستاذة والتلامذ في واحد البنية مصغرة داخل القسم، هذه جائزة ديالهم إلى جانب الإدارة التربوية والأطر ديال التأطير وكل الفعاليات وإلى جانب الأدوار ديال الآباء والأمهات. يعني هذه جائزة ديال الجميع، ولكن كيحملها أستاذ أو أستاذة، يعني هما اللي حملوها إلى جانب التلميذات التلاميذ ديالهم ومشاو بها لهذا المستوى ديال التألق. يعني هناك سعادة وهناك فرح وأحيانا هناك بكاء، يعني بدك شدة الإحساس بقوة التتويج بالبلوغ ديال الأهداف. أنا كنهني زميلتي وزملائي الأستاذات والأساتذة وجميع الأطر الإدارية والتربوية، وكنهني الآباء والأسر، كنهني التلميذات والتلاميذ، وكنهني الشركاء، وكنهني حتى الفعاليات المحيطة بالمدرسة. هنيئا لكم على كل هذه الجهود مولاي أحمد الكريمي. طيب ختاما أستاذ، ما أهمية إحداث جوائز مماثلة وما أثرها على تجويد الأداء التربوي بالحديث عن ما كنت تصفه لنا قبل قليل من فرحة لدى الأساتذة والأستاذات المتوجات؟ هو أولا تويج نجاح فكرة، ونحن بحاجة، وانتم كتعرفوا بأنه المشاريع يعني تنفيذ القانون الإطار فيها البعد ديال حفز النبوغ، حفز التمييز، حفز الإبداع، حفز التجديد. الأوراش كلها كتحمل هذا الشعار. الأهمية هو أنه فعلا الاشتغال على هذه الأفكار، البحث في التجديد والتجريب والإقرار ديال هذه الأفكار من طرف لجان مختصة، والاشتغال عليها من أجل توسيع دائرة التفعيل ديالها باش تساهم يعني بالقدر اللي تساهم به من أجل تطوير الأداء وبالتالي تطوير التحصيل والإسهام في أنه المؤسسة يعني التعليمية بكل باختلاف أنواعها تحقق النتائج التي نصب إليها، وبناء يعني مستويات عليا للتلميذات والتلاميذ، وبناء العنصر البشري اللي هو يعني رهان التنمية الشاملة للجميع. كل الأمنيات بالتوفيق لكم في هذه الجهود. الأستاذ مولاي أحمد الكريمي مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في جهة مراكش، آسفي، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا لكم. شكرا.